يعني عندما نتكلم على رخصة السياقة بالتنقيط يكون استصدار هذه الرخصة حسب تصريحات معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية في أواخر شهر مارس، ولكن العمل بنظام رخصة السياقة بالتنقيط سيأتي فيما بعد، يعني في نهاية 2017 يعني عند اكتمال يعني جمع كل المعطيات المتعلقة برخص السياقة الموجودة حاليا لحاملي رخصة السياقة، ونفس الشيء كذلك بالنسبة للبطاقية الوطنية لبطاقات الرمادية. يكون نظام آلي، نظام رقمي، يعني ما هو لا يوجد هناك يعني مجال للتدخل البشري في ملاحظة ورصد مخالفات قانون المرور، يعني ملاحظة المخالفات فوريا يعني عند ارتكابها، وتكون يعني ترسل مباشرة إلى بنك معطيات ولا يمكن التدخل في هذا الشأن.